بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله البطاطس الحارة بس بطريقة مختلفة شوية عن المعروفة. عندنا اي كمية من البطاطس، وهنقطع البطاطس مكعبات سميكة شوية. بعد كده هنحمر البطاطس في زيت سخن لحد ما تستوي وتقرمش معانا. وخلاص كده البطاطس اتحمرت معانا كويس وخدت لون ذهبي وبقت مقرمشة، وهنشيلها من الزيت نحطها على ورق مطبخ. بعد كده هنحط في طاسة معلقة كبيرة زبدة مع فصين ثوم مفرومين وربع معلقة صغيرة ريحان ناشف ونص معلقة صغيرة بابريكا مدخنة، والطريقة بتاعتها موجودة في أول تعليق تحت الفيديو. معلقة صغيرة بقدونس ناشف ونص معلقة صغيرة كزبرة ناشفة وربع معلقة صغيرة كمون ورشة شطة بالكمية اللي نحبها، وهنقلب كله مع بعضه على نار هادية لحد ما الريحة تظهر معانا. بعد كده هنحط البطاطس. ونقلبها كويس. وهنضيف رشة ملح. وخلاص كده جاهزة معانا، جربوها وإن شاء الله هتعجبكم جداً.